بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. لنا مقطع قديم اسمه قواعد التغليف العقلي لدى الوهابية. هذا لإنسان دخل طريقة الوهابية، فيغلفون عقله بطريقة معينة. أنت على التوحيد، هؤلاء مشركون، فالعام الموحد خير من المشرك العالم، وهكذا أشياء خزعبلات ذكرناها في ذلك التسجيل. الآن بالنسبة لمن يسمى طالب علم، إذا كان وهابي ممن يسمونه طالب علم وهو في الدرس، كيف يجمدون عقله؟ هما نوعان: فريق مسلم، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، كل ما يقوله الشيخ فلان فهو صدق وحق، إن قال فقد صدق، فيجلس في الدرس عبارة عن نسخة من نسخة مستقبلية من ذلك الشيخ، فيقال هذا من تلاميذ ابن عثيمين، من تلاميذ ابن باز، من تلاميذ عبد الله الغنيمان، من تلاميذ عبد المحسن العباس. هذا ما يقول له لا أبدا، ولا حتى في تشهده عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، لأنه يتلقى الآن. طبعا يجب عليك أن تعترض ولا تقبل شيء إلا بالدليل، إذا كان المستدل من أئمة المذاهب أو من علماء الإسلام، أو كان أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد. أما إذا كان ابن باز وابن عثيمين، يا أخي هذا يقول لك الكتاب والسنة، فلماذا تبحث خلفه؟ طيب هذه نفس فكرة التقليد، بس هناك إمام مشرهد وهنا جاهل. لا أبدا، هذا غير المستشكل، مطيع لأمر العامرية سامعه، لا يخالف في كلمة واحدة. هذا هو الصنف المفضل والمحبب. الصنف الثاني مستشكل، جاءه إشكال. فأول إشكال يرد عليه بطريقة بسيطة، كرر الإشكال بطريقة أصعب، يزجر ويحذر منه وربما يسخر منه. سألت عبد الله الغنيمان عن حديث البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام فقأ عين ملك الموت، سألت عن معناه، طبعا العلماء لهم تخريجات وتوجيهات للقصة، وأصلا الملائكة يتشكلون، يعني فقئت العين هذه فتتشكل بصورة أخرى، الأمر يسير، ليس قضية كبرى، لكن أنا فقط هكذا. فزجرني زجرا عظيما، ما أذنبت أنا، ما أخطأت، سألت عن معنى الحديث وغضب غضبا شديدا. طبعا هذا فيه عبرة للآخرين، إياك ثم إياك أن تفعل هذا. إذا تكرر منه هذا الاستشكال ربما يطرد ولا يسمح له بالبقاء. قضايا كبرى حساسة. الموقف من علم الكلام، خلاص يا أخي السلف حذروا من علم الكلام. طيب حدد لي معنى الكلام، حدد معنى علم الكلام حتى نقول السلف حذروا أم لم يحذروا. أليست أقاويلكم هذه من قبيل علم الكلام في مكان عدمي، والله خارج العالم؟ شوف إشكالية الله خارج العالم، هم فروا من قول الأشاعرة لا داخل العالم ولا خارجه، لأن الله ليس قابلا لهذا، لأنه أصلا وجوده غير متحيز.
فجاء ابن تيمية يقول الله تعالى خارج العالم في مكان. طب كيف يعني خارج وهذا المكان ليس من العالم؟ يعني كيف يعني خارج العالم وفي مكان؟ خارج العالم ما دام في مكان إذا من العالم. الافتراض ما هو؟ الافتراض أن العالم كل ما سوى الله. العالم هو كل ما سوى الله تعالى. كل ما سوى الله يعني رب العالمين كل ما سوى الله هو من العالمين. طيب فحينما تقولون خارج العالم وفي مكان، كيف يكون المكان هذا من العالم؟ فما أجبتم عن الإشكال، بقي إشكال أكبر. لا يا أخي أنت تتكلم هذا لا يجوز. سكت عنه السلف. إيش شكل السلف؟ ترد على الأشاعرة حينما يقول لا داخل ولا خارج وتثبت أنه خارج وفي مكان. أنت من الجماعة المنطق، ومن تمنطق فقد نزندق، والسلف قالوا كذا وكذا. فنأتي إلى المسألة الثانية، مسألة المنطق. المنطق ممنوع أن تتمنطق على فكرة. كثير جدا من الوهابية، إن لم أقل أكثر الوهابية، يأتي بعبارات مثلا وبينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص مطلق، ثم يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تجد هذا شائعا في دروسهم، وكلها مصطلحات منطقية. لكن إذا كنت تقول منطق، المنطق هذا لأن شيخ الإسلام قال لنا من تمنطق فقد تزندق. طيب شيخ الإسلام يكون حصي والوحيد هذا تمنطق، فلماذا لم يتزندق؟ هو قد تمنطق بلا شك، لكنه نقضه. تمام، يعني يسمح لنا نحن أن نقرأ وأن ننقضه مثلا، أو أن ندقق في نقضه، هل كان نقضا صحيحا أم كان عبثيا؟ يا أخي شيخ الإسلام هذا، شيخ الإسلام يعني تقول اتباع كتاب والسنة وبفهم السلف، وكل منا يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذا القبر. من هو؟ قبر ابن تيمية. غير معقول هذا الكلام، هذا كلام غير معقول. إذن أنت من الذين يبحثون عن الفتنة ويشقون عصا المسلمين، وقال السلف وكذا، اخلع رأيت باليمن. مالك تدخلني في أشياء وفي متاهات خارج الموضوع. أنا حدد لي موقفا صريحا من المنطق، يحرم الدخول في المنطق، ومن تمنطق فقد تزندق. إذن ابن تيمية قد تمنطق فقد تزندق؟ لا، هو تمنطق ولم يتزندق. إذن يحق لي أن أتمنطق ولا أتزندق؟ لا، أنت لا يحق لك. تناقضات لا يمكن أن تقبل، لا يمكن أن تقبل. ثم إشكاليات موجودة في كتب ابن عبد الوهاب، وعلى فكرة هذه الإشكاليات لم تكن قديمة. ما معنى ليست قديمة؟ يعني الدفعات الأولى من الوهابية ما كانوا يستشكلون الحديث الضعيف، لأنهم من جملة الحنابلة، أو أصولهم من الحنابلة، هم ليسوا حنابلة قطعا، يعني عاشوا في بيئة حنبلية. والحديث الضعيف، هذه الحساسية الشديدة من الحديث الضعيف لم تكن موجودة آنذاك، ثم طرأت بعد ذلك. لماذا؟ لأنهم وجدوا أشياء كثيرة موجودة عند المذاهب الأربعة، موجودة عند الصوفية، وهي أحاديث ضعيفة. فقام إمامهم الألباني بمعادلة عجيبة، وهي جعل الضعيف كالموضوع، وجعلهما في سلة واحدة، فكل من استدل بضعيف أو موضوع فهذا إنسان مبتدع، ونسخر منه ونهزأ. وجدنا إشكالية كبيرة جدا، وهي ابن عبد الوهاب وعنده ما يقرب من 30 حديثا ضعيفا، وربما بعضها موضوع. فجاءوا يعترضون على، أو بعضهم يسأل لا يعترض في الدرس، هذا مستشكل، يقول كيف
تكون أحاديث ضعيفة، وعند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فيهجم عليهم الفوزان هجمة عظيمة وبالصوت المرتفع. لاحظ هذا مثال لتجميل العقل، موجود التسجيل. اسكت، كبت، قمع، لا تبحث عن أدلة في المسائل الحساسة عندهم، وطالب بالأدلة بأعلى صوتك في المسائل التي يخالفون بها خصومهم. الحديث الضعيف إذا استدل به أحد من أهل السنة فهذا والعياذ بالله تقام عليه القيامة، والحديث الضعيف إذا استدل به بشيخهم هذا مسكوت عنه. لا يمكن حل هذه الإشكالات جميعا إلا بالتجميد. اتبع سراج عقلك واتبع، أطفئ سراج عقلك واتبعني، عند ذلك يكون الحل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.